نشرة مسائية مفصلة من تلفزيون لبنان، أهلا بكم. مساء الخير. عشرات القتلى والجرحى في لاس فيغاس جراء إطلاق نار تبناه تنظيم داعش، والإف بي آي نفت أي علاقة بين إطلاق النار وأي تنظيم إرهابي. وفي شرق فرنسا 5 ضحايا و8 مصابين في حريق لم تتبين أسبابه بعد. وفي حمص في سوريا غارة جوية أودت بحياة 7 مقاتلين من حزب الله، والغارة شنتها طائرة روسية عن طريق الخطأ، وثمة من قال إن الطائرة أمريكية. وفي حميمة السورية أيضا انفجار لكمين ذهب ضحيته مسؤول كبير في حزب الله مع مقاتل ثان. وفي الأردن زيارة لقائد الجيش العماد جوزيف عون الذي هنأه الملك عبدالله الثاني على إنجاز القضاء على الإرهاب في معركة الجرود. وفي بيروت السفارة البريطانية وزعت بيانا للخارجية البريطانية حول تعديل نصائح السفر إلى لبنان، بحيث قلصت المناطق التي تنصح المواطنين البريطانيين بعدم الذهاب إليها. وفي بيروت أيضا تحضيرات لجلسة تشريعية لدرس وإقرار مشروع قانون تعديل الضرائب، في وقت قبض موظفو الإدارات الرسمية رواتبهم على قاعدة سلسلة الرتب والرواتب التي تحتاج إلى تمويل. وفي كل لبنان بدأ العام الدراسي في جميع المدارس من دون أي إضراب أو اعتصام. إذن لاس فيغاس الأمريكية شهدت عملية إرهابية حصدت 58 قتيلا وأكثر من 500 جريح. وفيما تبنى داعش العملية أعلن الإف بي آي أن لا علاقة بين الاعتداء وأي منظمة إرهابية. قتل أكثر من 50 شخصا وأصيب أكثر من 200 في حادث إطلاق النار في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية، وفقا لما أعلنته الشرطة المحلية. وأكدت الشرطة مقتل شخص يشتبه بأنه مطلق النار وهو من سكان المدينة، فيما يجري البحث عن صديقته، وحذرت المواطنين من احتمال وجود حوادث مماثلة. وبعد إطلاق الحفل بلحظات سمع صوت إطلاق النار من سلاح رشاش، فتسبب في إيقاف الحفل وهروب عدد كبير من الحاضرين وسقوط بعضهم على الأرض. وبعد لحظات تجدد إطلاق النار. من جانبها أكدت سلطات مطار ماكران في لاس فيغاس التقارير التي تحدثت عن تعليق الرحلات بعد الاشتباه في وجود شخص مسلح. قائد شرطة لاس فيغاس جوزيف لومباردو أكد أن المشتبه به أمريكي من سكان لاس فيغاس وشن الهجوم بمفرده، ونفى لومباردو تقارير عن إطلاق النار في أماكن أخرى في المنطقة. إطلاق النار حصل في الليلة الأخيرة من مهرجان روت 91 هارفست لموسيقى الريف الذي يستمر 3 أيام. وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن مغني موسيقى الريف الأمريكي جيسون ألدن كان يغني على المسرح في حوالي الساعة 11 مساء عندما وقع إطلاق النار. وتعليقا على الحادث أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أن قلوب بريطانيا مع الضحايا ومع أجهزة الطوارئ. في سوريا 8 قتلى في هجوم انتحاري في دمشق، وحزب الله يفقد 7 من عناصره في ضربة جوية. في التطورات الميدانية السورية قتل 15 شخصا وأصيب آخرون بجروح في هجوم انتحاري مزدوج استهدف مركزا للشرطة في حي الميدان وسط العاصمة السورية دمشق، في حين أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن من بين الضحايا مدنيين وعناصر الشرطة. وفي التفاصيل الذي ذكرها التلفزيون السوري الرسمي نقلا عن وزارة الداخلية أن انتحاريين هاجما المركز وفجرا نفسيهما في المكان. على صعيد آخر قتل 8 عناصر من حزب الله وأصيب آخرون بجروح في غارة شنتها طائرة مجهولة الهوية على موقعهم في منطقة البادية الشرقية في حمص. في وقت لم يصدر حزب الله بيانا عن الحادثة تضاربت المعلومات حول طبيعة الغارة، حيث ذكرت مصادر أن الضربة ناجمة عن طائرة أمريكية من دون طيار، بينما لم تستبعد معلومات إمكانية أن يكون السبب نيران روسية صديقة. We'll be right back.
أحييكم من جديد. مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر الصقر ادعى على علي الحجيري المعروف بأبي عجينة في جرم الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي وتأمين الأسلحة والذخائر لهم وخطف مواطنين لبنانيين وأجانب وتسليمهم إلى تنظيمات إرهابية ثم إطلاق سراحهم في مقابل تقاضي فدية مالية. قائد الجيش العماد جوزيف عون في الأردن والملك عبد الله هنأه بإنجاز القضاء على الإرهاب في عملية فجر الجرود. توجه قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى المملكة الأردنية الهاشمية حيث باشر زيارته بلقاء الفريق الأول محمود عبد الحليم فريحات وعدد من أركان القوات المسلحة الأردنية تخلله بحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين وسبل تفعيلها خصوصا في مجالات التدريب المشترك وتبادل الخبرات والتقنيات. العماد عون شكر فريحات على المساعدة التي قدمتها القوات الأردنية للجيش اللبناني ووجه إليه دعوة رسمية لزيارة لبنان. من جهته نوى الفريق الأول الركن فريحات بدور الجيش اللبناني في مكافحة الإرهاب خصوصا في عملية فجر الجرود مؤكدا مواصلة التعاون الأخوي لتعزيز قدرات الجيشين. العماد عون زار مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم كما زار مركز الملك عبد الله الثاني للتدريب واطلع على سير التدريب في المركزين. وقد توج قائد الجيش زيارته في الأردن بلقائه الملك عبد الله حيث جرى البحث في أوضاع لبنان والمنطقة وهنأ الملك قائد الجيش على الإنجاز الكبير الذي حققه الجيش اللبناني ضد الإرهاب في عملية فجر الجرود معربا عن دعمه المطلق له على مختلف الصعد. من جهته شكر العماد عون الملك عبد الله على ثقته الكبيرة بالجيش اللبناني وسعيه الدؤوب لتعزيز قدراته العسكرية. أقدم سوري صباحا على محاولة الاعتداء على إحدى الفتيات في منطقة دهر صربا جوني. وفي التفاصيل أن المعتدي الذي يعمل ناطورا في إحدى البنايات ويقيم مع زوجته تسلل قرابة 7 صباحا عبر منوال المبنى إلى شقة تقيم فيها الشابة أليف ميم سين وحاول التعدي عليها إلا أنها قاومته بقوة من خلال ضربة موجعة أجبرته على الفرار من حيث أتى. وعلى الإثر ركضت الفتاة إلى مدخل البناية حيث تجمع الجيران إلا أن المعتدي تمكن من الفرار مع زوجته إلى جهة مجهولة ولاحقا تمكنت شعبة المعلومات من إلقاء القبض عليه في غزير. وبعد الحادثة الأليمة التي عاشتها بلدة مزيارة الشمالية بمقتل الشاب رياش دياق على يد ناطور البيت أثيرت موجة جديدة من البلبلة في البلدة فقد اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر آلات للتعذيب وسكاكين ودواليب موثقة أحدها بالآخر ضبطت داخل غرفة كانت مسكونة من قبل نازحين سوريين تركوا البلدة كما وجد تسجيل صوتي يتحدث فيه شخص عن تحضير لاجتياح القرى المسيحية وتحضير سجون في الجرود. رئيس بلدية مزيارة مارون دينا لفت إلى أن الغرفة ليست في جرود البلدة كما أشيع إنما على أطرافها وكان يلاحظ فيها حركة غريبة قبل طرد سكان هذا المنزل مشددا على أن ما عثر عليه يدل على أن الوضع خطير وأن شيئا ما كان يحضر للقرية. العام الدراسي في المدارس الرسمية انطلق اليوم بعد تأخير فكيف كانت الصورة؟ تحقيق بعيات. المدارس الرسمية والأساتذة فيها بدأوا يعدون العدة لانطلاق العام الدراسي لهذا العام الذي دخل حيز التنفيذ بعد سلسلة إضرابات استعاد بعضها الأساتذة حقوقهم بسلسلة الرتب والرواتب. هو اليوم الأول بعد تأخير دام لحوالي أسبوع وها هي مقاعد الدراسة والملاعب تستعيد روادها ليتنفس طلاب التعليم الرسمي الصعداء وينطلقوا في عامهم الدراسي بعدما سبقهم زملاؤهم في التعليم الخاص كالعادة. فكيف سينتظم هذا العام خصوصا أن باب التسجيل مدد لعشرة تشرين الأول؟ دائما هو العام الدراسي بالمدارس الرسمية ينتظم من منتصف تشرين الأول فعملية تأخير أسبوع يعني ما رح تأثر وبالإمكان تعويضها يعني بأيام تانية بتكثيف الساعات. هل ما زال العام الدراسي مهدد بالمزيد من الإضرابات؟ حاليا ما في شيء بيهدد العام الدراسي إلا بعض المطالب لربما بعد كم شهر معقولة إنه المطالبة بإعادة تصويب ما ورد بقانون سلسلة الرتب والرواتب وتحديدا للمعلمين لانه حصل في بعض الشوائب يعني المطلوب تعديلها
وبعض الإضافات عليها وبعض التوضيحات. هلا ما بتصور يعني اللي هي بتتعلق بالدرجات تبعيتهم، اللي بتتعلق بموضوع المفعول الرجعي. صحيح أن هذا العام انطلق، إلا أن هناك بعض الشوائب مطلوب تعديلها، لا سيما مشكلة التعاقد وإيجاد حل لها، خصوصا أن هناك حوالي 15,000 متعاقد ما بين التعليم الأساسي والثانوي بانتظار فتح باب مجلس الخدمة المدنية أمامهم. المشكلة التعاقد بتضل قائمة وبتضل مستعصية طالما ما في فتح لأبواب مجلس الخدمة المدنية لاستقبال الأساتذة من خلالها وتدريب الأساتذة وإدخالهم إلى كلية التربية. وكالعادة فإن أي استحقاق لأساتذة التعليم الرسمي يقبض من جيوب الطلاب الذين لا يجدون غير هذا التعليم سبيلا، والذي من المفترض أن يكون فوق كل اعتبار. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أكد أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يعزز انتظام عمل المؤسسات، ومسيرة الإصلاح ستستمر. مسيرة الإصلاح ستستمر ولن يقف في وجهها أي عائق، وهي تتم على مراحل. الموقف لرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون الذي شدد لوفد لجنة متابعة تنفيذ القوانين في مجلس النواب على أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يؤمن المصلحة الوطنية العليا ويعزز انتظام عمل المؤسسات الدستورية ويحافظ على الاستقرار السياسي. وأبلغ الرئيس عون أعضاء وفد لجنة تنفيذ القوانين أنه تم الاتفاق في خلال اللقاء الحواري الذي جمع رؤساء الأحزاب الممثلة في الحكومة في قصر بعبدة على الإسراع في إصدار المراسيم التنظيمية لعدد من القوانين التي صدرت قبل أعوام، وأنه اتفق مع رئيس الحكومة على الطلب إلى الوزراء المعنيين إعداد هذه المراسيم لعرضها على مجلس الوزراء وإقرارها. رئيس اللجنة النائب ياسين جابر تحدث بعد لقاء اللجنة مع رئيس الجمهورية وأشار إلى أن لبنان وفي ظل الظروف الأمنية الممتازة فيه وتحسن الظرف السياسي في حاجة اليوم إلى التقدم على مسار تفعيل الاقتصاد وتحريك كل القوانين، واللجنة ستلتقي أيضا رئيس الحكومة. خلال الحوار السياسي الذي جرى في قصر بعبدة، دولة الرئيس نبيه بري سلم فخامة الرئيس ودولة الرئيس الحكومي لوائح بحوالي 37 قانون تم إصدارهم من المجلس النيابي ولم يطبقوا حتى اليوم، وفي بعض القوانين تعود إلى 15 سنة أو أكثر، وأصبح من الملح جدا لأنه في قوانين تنفيذها، لأنه في قوانين لها علاقة بشؤون كثيرة عم ترعى حياتنا اليومية، يعني مثل قانون الهيئة العامة للطيران، قانون الطيران المدني، قانون الخاص بالكهرباء، قانون الاتصالات، قانون سلامة الغذاء وغيرها وغيرها، قانون توسيع حجم ديوان المحاسبة وغيره. فطبعا فخامته هو رأس السلطة في البلاد، وتمنينا عليه أن يكون قوة دفع لأجل متابعة تنفيذ هذه القوانين، وهو طبعا أكد أنه رئاسة الجمهورية قامت بتوزيع لوائح على الوزراء المختصين المختلفين، وتمنت عليهم أن يقوموا بإعداد المراسيم التطبيقية الضرورية لإصدارها، وأيضا أن يتقدموا بالأسماء الضرورية لأجل تشكيل الهيئات المعنية، إن كان هيئات ناظمة أو هيئات مجلس إدارة بحالة الهيئة العامة للطيران أو الهيئة المشرفة على سلامة الغذاء. رئيس الجمهورية أجرى مع النائب محمد الصفدي جولة أفق في الأوضاع والمعالجات القائمة بمسألة الضرائب وتمويل سلسلة الرتب والرواتب، كما تطرق اللقاء إلى حاجات إنمائية في طرابلس والشمال. وتسلم الرئيس عون من وفد كنيسة السريان الكاثوليك برئاسة المطران باسيليوس جرجس القسموسة دعوة باسم البطريرك مارغناطيوس الثالث يونان لحضور احتفال تقديسي وتدشيني لكنيسة مريم العذراء السيدة فاطمة في حارة صخر جوني السبت المقبل. في عين التيني الرئيس ميقاتي يؤكد بعد لقائه الرئيس بري أن سياسة النائب النفس هي الأفضل للبنان. موضوع قانون الضرائب والجلسة التشريعية المقبلة كان موضع بحث بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي، الذي أكد أنه علينا الأخذ بأمور عديدة في القانون الجديد الذي يجري إعداده. كان في حديث أنه نحن رب الضارة النافعة، ربما تأخر قانون الضرائب، ولكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار عدة أمور بقانون الضرائب الجديد اللي عم نعده. أولا النظر بانتقائية ونوعية الضرائب اللططة للطبقة الفقيرة،
لا ترسل سوى إشارات إيجابية عن الوضع المالي. نحن في الواقع كما تعلمون تحدثنا في الأسابيع الماضية عن أوضاع مالية صعبة، ولكن أردنا أن يكون أيضا جلسة مجلس النواب إشارات أن المجلس والجميع بجانب مصرف لبنان وبجانب سلامة النقد وبجانب الاقتصاد الوطني. الرئيس ميقاتي أكد أن سياسة النائب النفس هي الأفضل للبنان الذي لا يستطيع أن يكون ضمن تجاذبات واصطفافات إقليمية ودولية، مشيرا إلى ضرورة أن يكون لبنان بمنأى عن أي محور خارجي. وكان الرئيس بري قد التقى النائب محمد الصفدي وتم عرض التطورات في لبنان، كذلك التقى النائبة السابقة نيلة معوض وتم عرض الأوضاع العامة. وفي عين التيني الرئيس بري التقى حاكم مصرف لبنان رياض سلامي وتم عرض الأوضاع المالية والمصرفية. في بيت الوسط، وفد الهيئات الاقتصادية يبلغ رئيس الحكومة رفض المادة المتعلقة بالازدواج الضريبي إذا لم تعدل. بعد قرار حكومة الرئيس سعد الحريري المضي بتنفيذ السلسلة، حمل رئيس الغرف اللبنانية محمد شقير مع وفد من الهيئات الاقتصادية ورقة إلى بيت الوسط تسلمها الرئيس الحريري، وهي تتضمن ملاحظاتهم على مشروع قانون الضرائب تماشيا مع السير بالسلسلة. رئيس الغرف محمد شقير وبعد اللقاء أشار إلى أن الاقتراحات التي تقدمت بها الهيئات جيدة ولها مردود على الخزينة، قائلا إن همنا الأساسي الازدواج الضريبي، وهي نقطة مرفوضة من قبلنا لأنها لا تطال المصارف فقط بل كل المؤسسات اللبنانية، وإذا وصلنا إلى هذا البند أي الرقم 17 في القانون فسنطعن به. وأكد أن الرئيس الحريري متفهم والبلد لا يحتمل أكثر من ذلك، خصوصا وأن المؤسسات غير الشرعية باتت أقوى من المؤسسات الشرعية. عم ندعي اليوم أهلنا بالخليج يرجع على لبنان، عم ندعي اللبناني يرجع يجي يستثمر بلبنان. مصرف لبنان عم بيعمل صناديق مالية للمغترب اللبناني، طب كيف بده يجي هالمغترب يجي يستثمر بلبنان وعم بيشوف كل هالضرائب الموجودة، بالإضافة ليكون في دبل تاكسيشن. هذه بكل صراحة برجع بأكد أنه مرفوضة رفضا قاطعا، ولكن حنستمر بالتشاور مع الكل. في السرايا ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة درس ملف إنشاء محطة تغويص في لبنان، وجرى خلال الاجتماع البحث في كيفية خفض كلفة إنتاج الغاز للمعامل الحالية. الرئيس الحريري عرض العلاقات الثنائية بين لبنان وسويسرا مع سفيرة سويسرا في لبنان مونيكا شموتس كيرغوز، والتقى رئيس اللجنة العالمية لحزب الرام جافار سيرجيو نهاباديان على رأس وفد، وقال نهاباديان إن لبنان هو بلدنا الثاني بعد أرمينيا، لأن الأرمن نسيج من الشعب اللبناني الذي نفخر أن نكون منه. أشار رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جملاط في قصر المختارة في كلمة ألقاها خلال تكريمه عددا من الضباط المتقاعدين في الجيش اللبناني والقوى اللبنانية المسلحة الذين أزروا الحزب التقدمي الاشتراكي والحركة الوطنية اللبنانية، إلى أنه صحيح أن هناك خلافا كبيرا حول موضوع العدو الصديق وبأن العدو هو إسرائيل والصديق هو سوريا، آملا الوصول إلى نظام جديد في سوريا أو أفق يعطي الشعب السوري الحرية والكرامة. وأضاف: نريد الجيش اللبناني قويا كما كان في آخر تحدياته في جرود القاع، والطريق طويل للوصول إلى جيش يقرر وحدة مصير الحرب والسلم وفي علاقات مميزة لكن ندية مع نظام سوري ديمقراطي. ما هي آثار تعديل الضرائب على الاقتصاد وفق الخبير الدكتور إيليا شوعي في الفقرة الاقتصادية؟ في الفقرة الاقتصادية اليوم سنطرح انعكاسات تعديل الضرائب وإدراجها في الموازنة، هل هي دستورية اليوم دكتور إيليا شوعي؟ يعني بدنا قراءة لهذا الموضوع إذا سمحت. أنا المعجبني بهذا الموضوع هو أنه الالتزام بالمسار الدستوري، وأنا المش عجبني أنه يحترموا أكثر أموال المكلفين. معلش ما نحن المكلفين يلي دفعوا الملتزمين ضريبياً يلي دفعوا خلال 12 سنة يلي فيها الموازنات كانت غائبة، دفعوا ضرائبهم مع أنه جبية الضرائب خلال كل تلك المرحلة كانت غير دستورية، لأنه ما كان في موازنات وما كان في ضوء أخضر من قبل مجلس النواب لكي فعلا تصبح الموازنة نافذة، بمعنى بيبدأوا بالتحصيل وبيبدأوا بالإنفاق. فإذا كل الضرائب التي تمت جبيتها غير دستورية. أنا اللي عم بقوله انه خلينا بقى نرجع نوضع البلد
على السكة الدستورية السليمة، فضلاً عن أنه نرجع نعتمد السياسات المالية والنقدية والضريبية والاقتصادية الأكثر ملائمة للأوضاع في البلد بطريقة علمية ومدروسة وبكفاية عالية، لا بواسطة الارتجال والتلمس. نعم. كما هي الحال وكما عودونا لحتى اليوم. عودة إلى موضوع الضرائب، هي الضرائب الأهم بموضوع الضرائب، ألا تطال الذين سوف يعني يفدون من هذه السلسلة. نعم. بمعنى آخر نعطي باليمين ونرجع نأخذهم باليسار، لذلك تجنب الضرائب غير المباشرة هذا شغلة أساسية، وإصلاح ضريبي سريع بمعنى أنه التركيز على الضرائب الشخصية المهم هو الأهم، لا أنه نزيد النسب على أرباح الشركات وما بعرف شو. تقليك ليه؟ أنا كاقتصادي ما بهمني حط ضريبة على ربح الشركة، خلها تربح الشركة، لأنه الربح الذي يبقى داخل الشركات يعاد توظيفه في استثمارات جديدة تخلق فرص عمل وتساهم في تحقيق نمو اقتصادي. ما يهمني شخصيا كاقتصادي هو الضريبة على توزيع الأرباح، يعني على الدخل الفردي. نعم. اللي هذه الضريبة الشخصية، وهون في ازدواج ضريبي لا يزال قائما موجودا. نعم. بمعنى انه اليوم اذا عم تدفع ضريبة ارباح 15% على كل الارباح، وايضا عندما يوزع جزء منها يدفع على هذا الجزء 10% إضافية. نعم. يعني صارت الضريبة الإجمالية 25% على 25%. هذا هو الازدواج الضريبي الذي اعترض عليه المجلس الدستوري والمفروض أن يتجنبوه هلأ. تعزيز النمو الشامل وتحفيز الازدهار في ورشة عمل في السراي الحكومي. استضاف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الكبير الجلسة الأولى لإطلاق مركز ريليف، وهو مشروع بحثي وتعليمي تشاركي يهدف إلى تعزيز النمو الشامل والازدهار في لبنان. وتم خلال الجلسة تقديم نبذة حول مقاربة المركز للنمو الشامل وتركيزه الخاص على الازدهار. الوزير السابق طارق متري أكد في كلمة له خلال الاحتفال أن هذا العمل البحثي سيكون محكوما بنظرة بعيدة المدى، وسيحاول الإفادة من خبرات كثيرة للإسهام في تطوير الخدمات العامة، كما الإفادة من الخبرة التي يحملها لنا أصدقاؤنا البريطانيون. السفير البريطاني في لبنان إيغو شارتر ألقى من جهته كلمة أشار فيها إلى أن التحالف الموجود بين الجامعات اللبنانية والبريطانية يساهم في دعم التعاون بين بيروت ولندن في مجال التعليم، مشيرا إلى أن المشروع البحثي الذي يتم إطلاقه بات يقدم خدمات مختلفة من الطاقة الشمسية والري والصرف الصحي في مناطق مختلفة من العالم. كما كانت كلمات القائمين على الاحتفال أكدوا فيها على أهمية إطلاق هذا المشروع للسعي في المساعدة والتطوير في مجال تعزيز النمو. النائب نضال طعمي أكد أن لبنان قادر إذا أحسن استثمار موارده كسلطة وكشعب أن يكون أكثر عدالة لأبنائه الرازحين تحت أعباء اقتصادية كبيرة. احتفلت جمعية النهوض وعلم اللغات والمركز الإنجليزي المتطور بتخريج دفعة جديدة من الطلاب برعاية النائب نضال طعمي في قاعة عصام فارس في المدرسة الوطنية الأرثوذكسية. طعمي لفت إلى أن الاستعدادات للانتخابات النيابية المقبلة بدأت على وقع المطالبات الشعبية بملفات حساسة وفي طليعتها سلسلة الرتب والرواتب. لقد بدأت الاستعدادات للانتخابات النيابية المقبلة على وقع المطالبات الشعبية بملفات حساسة وفي طليعتها تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب التي كانت قد أقرت في مجلس النواب. وهنا نأمل الموضوع في المقاربة لإعطاء كل ذي حق حقه. رئيسة الجمعية سمر بركات لفتت إلى أنه عندما نلتزم مسؤولية لا يمكننا إلا أن نؤكد ولاءنا للجيش الباسل، ولا يمكننا إلا أن ننحني لبطولات أبنائنا من الساحل المتوسط إلى الجرود العتية. وفي الختام تم توزيع الدروع على المكرمين ثم وزعت الشهادات على الطلاب المتخرجين. مزيد من الأخبار المحلية في هذا الشريط. عرض المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الأوضاع العامة مع السفير المصري في لبنان نزيه النجاري،
وسط تدابير أمنية مشددة، نفذ العشرات من أهالي محكومي عبر اعتصاما في ساحة النجمة وسط صيدا للمطالبة بالعفو العام بعد صدور أحكام المحكمة العسكرية بحق أبنائهم، وطالب المعتصمون بالعدالة ورفع الظلم عن المحكومين. شب حريق كبير في خراج بلدة الجاهلية أشوف، وامتدت النيران وألسنة اللهب إلى الأحراج وخراج البلدة، وطال أيضا مساحات زراعية، وعملت فرق الدفاع المدني منعا من وصول الحريق إلى المنازل. ونتابع نشاطنا من تلفزيون لبنان. مصالحة فلسطينية بين فتح وحماس تنهي سنوات من الخصومة وتوحد القوى في مواجهة الاجتياح الاستيطاني، ورئيس الحكومة يؤكد العمل لإتمام المصالحة وإنهاء مظاهر الانقسام. تسلك المصالحة الوطنية الفلسطينية طريقها بثبات نحو التحقق وإنهاء الخلاف الذي انفجر بين حركتي فتح وحماس منذ العام 2006 بزيارة حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله ووزرائه ومسؤولين أمنيين بارزين قطاع غزة، بعد نحو أسبوعين على تفاهمات حدثت بشكل مفاجئ بين كل من مصر وحركة حماس من جهة ومصر وحركة فتح من جهة أخرى. والمتوقع أن تقوم الحكومة التي شكلت بتوافق بين حركتي حماس وفتح في حزيران 2014 ولم تتمكن من القيام بعملها في غزة بزيارة حاسمة لجهة تمكينها من القيام بمهامها المنوطة بها وتسلمها القطاع. وستعقد الحكومة الثلاثاء اجتماعا في مقرها في مدينة غزة بحضور معظم وزرائها ومسؤوليها، ومن المرتقب أن تصدر عن الاجتماعات قرارات مهمة. وقال الحمد لله لدى وصوله إلى قطاع غزة إن الأولوية اليوم هي لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وكان وفد أمني مصري رفيع المستوى وصل إلى القطاع لمواكبة ومراقبة آليات استلام الحكومة الفلسطينية لمهامها. أما إسرائيل فتشكك في إمكانات نجاح الجهود المصرية لتحقيق مصالحة حقيقية بين فتح وحماس، وتراهن على أنه رغم من التصريحات الإيجابية بين السلطة الفلسطينية وحماس فإن المصالحة ستصطدم قريبا بشروط مختلفة يفرضها كل طرف من الطرفين. أكثر من 800 مصاب في مواجهات كتالونيا خلال الاستفتاء على استقلال الإقليم، وإدانات أوروبية ودولية على أعمال العنف التي رافقت الاستفتاء. دانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عدة أعمال العنف التي حصلت خلال استفتاء الانفصال الذي جرى في إقليم كاتالونيا، في وقت طالب رئيس كاتالونيا بسحب كل قوات الشرطة الإسبانية وبوساطة دولية في الأزمة مع مدريد. المفوضية الأوروبية من جهتها دعت الحكومة الإسبانية وما وصفتهم بالانفصاليين إلى الانتقال بسرعة من المواجهة إلى الحوار، ودانت استخدام العنف خلال الاستفتاء على الاستقلال وصفة الاستفتاء بغير القانوني. وكانت حصيلة الضحايا في المواجهات بين المشاركين في الاستفتاء والشرطة الإسبانية قد ارتفعت إلى أكثر من 800 في مختلف مدن الإقليم، حيث استخدمت الشرطة الهيروات والرصاص المطاطي. وقد أظهرت عدسات الكاميرات صورا وفيديوهات للمشاركين في الاستفتاء مدرجين بالدماء وآخرين جرى سحلهم في الشوارع. وكان لافتا غياب أي انتقاد من المؤسسات الحقوقية في الاتحاد الأوروبي أو المنظمات الحقوقية العالمية على رغم مشاهد العنف التي خيمت على إقليم كاتالونيا. إلى هنا تنتهي نشرتنا أريج، وأنا نشكر لكم حسن المتابعة. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.